فجر بالناس هو بيصلي كان في جيبه سندوتش راح مطلع السندوتش وهو بيصلي ما انا عارفه بيحب الاكل كثيرا وظل ياكل السندوتش وهو يصلي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. فاذا حصل ذلك من محمد يبقى يروح روح اندونيسيا وصلاته بطلة ولا تصعد الى الله عز وجل لان الذي يبطل الصلاة الاكل. محمد بيصلي قدامه قزازة مية معدنية راح موطي جايبها وراح مخلص شارب القزازة كلها لم ينزلها من فيه إلا وهي منتهية شاربها وهو يصلي أو جاب بيبس الله شرب بيبسا وهو يصلي. فإذا شربت بيبسي أو ميريندا وأنت تصلي يبقى قد بطلت الإيه الصلاة مش كده. ولو انت عملت واحد من القهوة وبعد ما عملته رحت بتصلي ورحت جاب القهوة الحمد لله رب العالمين وشربت الفنجان على مرتين في الركعة الأولى نصه وفي الركعة الثانية نصه يبقى نقول لك روح روح وصلاتك باطلة ويجب عليك أن تعيدها لأن الصلاة تبطل بالأكل فيها وتبطل بالشرب فيها. فهمت عني؟ طيب الله يفتح عليك. وأيضا الشيخ محمد وهو بيصلي لابس بنطال. اسمع عني الكلام ده، والكلام ده بيحصل في المساجد عندنا يا مغربي. مغربي ولا يا تونسي؟ مغربي. يحدث كثيرا يصلي وهو لابس بنطال وعلى البنطال قميص، فإذا ركع أو سجد انكشفت عورته لأن القميص قصير ومسقط البنطال مسقطه. تعرف البنطال المسقط؟ مسقط البنطال. والقميص صغير شورت شورت قصير جدا اس اتش او ار تي. فكلما ركع أو سجد انكشفت عورته. فإذا كان الأمر كذلك تبطل الإيه؟ الصلاة. وانكشاف العورة إن لم تستر حالا، يعني الشاب حس بأن العورة انكشفت على طول شد البنطلون وراح مطلعها فوق وسترها يبقى الصلاة صحيحة. إنما إذا تركها منكشفة إلى أن انتهى من ركوعه أو تركها منكشفة إلى أن انتهى من سجوده فصلاته إيه؟ باطلة. وهذا جزاء من يقلد في لبسه الإفرنجة. أما إذا قلد المشائخ الله ولبس الثياب أو الكاكولة الجبة فين العورة لا تنكشف؟ ما فيش، لأن ثيابه قطعة واحدة، ثيابه قطعة إيه؟ تنكشف العورة إذا كان الذي يسترها مكونا من قطعتين، الإزار والرداء مكونة من قطعتين يشبه الإزار والرداء. فالبنطال يشبه الإزار والقميص يشبه الرداء، فوجد فاصل بين القميص وبين البنطال ترتب على وجود الفاصل انكشاف العورة. وهنا أسأل محمد ما عورتك في الصلاة؟ ما حد العورة؟ ما هي عورة الرجل وما هي عورة العبد في الصلاة؟ قول يا محمد انت في كلية يا محمد. لا اعرف. قول. لا اعرف اسمه. اسمه ايه؟ ايوه قول وانا اترجم ترانسليشن. ايوه اتشور كده اشر وبالإشارة، أنت أخرس بالإشارة، أنت قول لي بالإشارة وأنا سأترجم إشارتك. أنت عملت إيه لحد هنا؟ يعني عايز أقول السرة. الله، هو الواد والله كويس، يعني ما بين السرة. السرة؟ سرة السرة. وإيه تاني بعد السرة؟ السرة. هي السرة بس الشرة. ما بين السرة وإيه؟ الطرف الأول السرة الأعلى، والطرف الأسفل. ايوه خلاص فهمت الركبه. الله فهمت يا محمد، وانت ممتاز يا محمد. يبقى عوره الرجل في الصلاه ما بين السره والركبه. وعوره المراه يا محمد هتساوي ازاي بقى؟
عورة المرأة يا محمد؟ من اليد إلى الله، من اليد إلى رجل، من اليد والرجل والدماغ والرأس. يعني وجهها بس اللي يكون مكشوف، وجهها اللي يكون مكشوف. وعند مذاهب أهل بعض مذاهب أهل العلم لا مانع أن يكون قدماها مكشوفان، ولا مانع أن تكون يداها مكشوفتان. بعض أهل العلم لم يستثني إلا الوجه فقط، لم يستثني إلا بالنسبة للمرأة إلا انكشاف الوجه فقط. ولكن دي يعني نظرة فيها يعني عانت ومشقة لا سمح الله، لكن احنا عاوزين نيسر الأمر على بنات حواء. الفتوى الميسرة يتجاوز في انكشاف يديها كفيها، يعني مش لازم تكون لابسة القفاز يا وادي أحمد، أو لابسة الجوانت عندنا باللغة العامة المصرية وفي الشرع القفاز، لا تنتخب المرأة ولا تلبس القفازين. ده حديث سيدنا بالنسبة للمرأة المحرمة بالحج أو بالعمرة. لا يشترط في رأي من أهل العلم أن تصلي المرأة وقد سترت يديها بالقفازين، ولا يشترط عند بعض أهل العلم أن تصلي المرأة وقد سترت قدميها بالجوربين، وبعض أهل العلم الآخرين لا، هناك لابد أن يكون قدماها مستورين بالجوربين، ولا بد أن يكون كفاها مستورين بالكفازين. إحنا بنختار الرأي الأيسر والأسهل واللي يشجعهم على الصلاة، فبنقول ما فيش مانع أن تصلي وهي مكشوفة اليدين، ما فيش بأس ولا مانع أن تصلي وهي مكشوفة القدمين. عدا ذلك إذا انكشف غير القدمين وغير الوجه من المرأة فالصلاة باطلة، لأن يشترط لصحة الصلاة ستر العورة. وأظن احنا قرينا الكلام ده في بداية قراءتنا في كتاب الإيه الصلاة، ولذلك عد انكشاف العورة مبطلا من مبطلات الصلاة. وانكشاف العورة إن لم تستر حالا سريعا ثانية واحدة راح ساتر الايه العورة، انما اذا انتظر وقتا طويلا وزمنا كثيرا ثم ستر يبقى الصلاة ايه باطلة. ووقوع النجاسة ان لم تلق حالا من غير حمل، الله، ووقوع النجاسة انت بتصلي في الشق أو في أي مكان، في من أعلى كلب أو إنسان تغوط عليك، تبرز عليك، سواء كان براز كلب أو براز إنسان، وانت بتصلي وقع البراز عليك، يبقى عشان صلاة محمد تكون صحيحة فور ما وقع البراز يرميه بسرعة يلقيه بعيدا عنه، فإذا فعل ذلك فصلاته صحيحة. إنما إذا استمر من غير أن يقذف بالنجاسة التي أصابت بدنه أو ثوبه يبقى الصلاة تكون إيه باطلة. إذا سترها، إذا أزالها ووضعها في جيبه يبقى قد صلى هو حامل للنجاسة. ولذا قال لك إيه إن لم تلق حالا من غير حمل، كأن العبارة بتبين واحد من أمرين: راجل وقعت عليه نجاسة فعلى طول التقط النجاسة وراح قذف بها بعيدا، راجل تاني وقعت عليه نجاسة التقط النجاسة بدل ما يرميها بعيدا راح حطتها في سيالته حملها، فإذا حملها واستمر حاملا لها كانت صلاته إيه باطلة. هذه معنى إن لم تلق حالا من غير حمل. ويبطلها، شف شف الود مبارك يا أحمد، هذا صالح، لأن لما أسألت السؤال ذكر
الإمام وسبق الإمام وتأخر الإمام، لما قلت له أنا لا أتحدث عن سبق الإمام ولا مساواة المأموم للإمام ولا تأخر المأموم عن الإمام الذي قاله، أهو نقرأه: ويبطلها سبق الإمام بركنين فعليين. الإمام كبر للإحرام للصلاة وفي الصلاة السرية، وبدأ الإمام يقرأ الفاتحة. الشيخ محمد زين الدين أنهى قراءته للفاتحة قبل أن ينهي الإمام قراءته لها، ثم ركع دون الإمام، هو راكع ولسه إمامه بيقرأ فين؟ في الفاتحة. ركع محمد زين الدين واعتدل من ركوعه، وبعد أن اعتدل من ركوعه سجد، ولا يزال إمامه واقفا لقراءة الفاتحة ولقراءة ما تيسر من القرآن. يبقى هذه ليست الصلاة جماعة، لأن الجماعة معناها الاقتداء، معناها أن يتبع المأموم حركات الإمام، لأن سيدنا النبي أيها الحبيب قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، صدق سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الثاني محمد زين الدين عشان سأطلب منك أن تقوله أنت. سيدنا النبي يقول إيه: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر أي للإحرام فكبروا، كبر مباشرة خلف إمامك من غير فاصل بين تكبيرته وتكبيرتك، بس ما تكبرش قبله، لا تكبر قبله، لا تسبقه بالتكبير، اجعل تكبيرك بعده مباشرة. إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع يعني اعتدل من الركوع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. المرة الثالثة عشان خطرك أنت، ولو لم تقلها بعد ذلك سوف أضربك. شوف يا محمد يا ابني، قال سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. هل لك أن تعيد هذا مرة أخرى علي؟ قول حديث سيدنا النبي. قال سيدنا سيدنا النبي. الله، قال سيدنا سيدنا النبي. نعم، ماذا قال سيدنا وسيدك وسيد الوجود كله سيدنا النبي؟ قال يا محمد البداية طيبة اهي. إنما جعل، أيوه، إنما جعل الإمام فيهتهم. إنما جعل الإمام لام يا واو على همزة تاء ميم. إنما جعل الإمام ليؤتم به. يلا كومبليت، أكمل. فإذا ركع، يا رب، فإذا ركع، فإذا ركب، ركب إيه؟ ركب القطار تريد ولا ركب إيروبلين؟ ما قلتش ركبها أبدا يا ابني، أنت اللي بتركب كلام غير مفهوم. ده بيضحك. قول يا محمد تاني. إنما جعل الإمام فإذا كبر فكبروا. أيوة، هو يقول كبر، قال فإذا ركب، عايز يقول فإذا ركب فاركبوا، فإذا ركب الطيارة فاركبوا الطيارة معه. الله يفتح عليك يا محمد. فإذا كبر فكبروا، فإذا رفع، لسه قبل الرفع إيه؟ فإذا
فإذا الله اسكت وانا انا بقول له الحركات عشان يقولها. واذا ركع فركع. ايوه وبعد الركوع ايه؟ فاذا ايه واذا رفع اي راسه من الركوع فارفعه. لما الامام بيرفع راسه من الركوع بيقول ايه؟ سمع الله لمن حمده. لما تسمع الإمام بيقول سمع الله لمن حمده محمد زين الدين يقول ربنا ولك الحمد. صح؟ تقول الحديث ثاني ولا خلاص بلاش؟ تقوله ثاني؟ قول ثاني. يلا إنما جعل الإمام أيوة ليهتم به. طيب نعم ليهتم به. الله يفتح عليك. فإذا اوعى تركبه المرات. انت ركبته المرة اللي فاتت. فإذا كبر أيوة فكبر. نعم. فإذا ركع أيوة فركع. نعم. وإذا رفع فارفعوا. الله. وإذا قال سمع الله لمن حمده وقال فقولوا ربنا ولك الحمد. الله يفتح عليك. سقف لمحمد يا ولاد. سقف يا ولد. الله يفتح عليك يا حمادة. أنا أسميك حمادة. ما أنت ساكن فين يا محمد؟ الدراسة. في الدراسة ولا في الدراسة؟ في الدراسة. أنت بتسكن في الدراسة؟ أصل أنا قلت لك تسكن في الحانة قلت لي في الدراسة. هي في الدراسة. في الدراسة. دراسة. معك زملائك في السكن؟ معني هنا. مين اللي مع محمد في السكن؟ أنت؟ معكم آخر؟ كم في السكن؟ تسعة. الله تسعة. ده فصل أول ده ولا فصل ثاني ده؟ تسعة. ده أنتوا عايزين درس أجيلكوا درس بقى في الشقة. تسعة يعني عدد كتير. الله يفتح عليكم. ومحمد طيب معاكم كده ولا هو طيب بس إنما عفريت معاكم؟ ها؟ طيب؟ ولا عامل طيب معايا بس؟ مع كل الناس. مع كل الناس؟ الله الله يفتح عليك يا محمد. إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر لا أنا غلطت فإذا ركب فرق. فإذا كبر فكبره وإذا ركع فاركعه. خذ جزاءك حفظك الحديث سيدنا النبي. الله يمسك يا ولدي باليد اليمنى. يلا محمد الله يفتح عليك. الله يقبلها. إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. انتبه بعد خمس دقائق هطلب منك قراءة الحديث. لو أخطأت فيه أقول لك هات ما أخذت. الله ده يضحك كثير مبسوط. أنا عاوزك تكون مبسوط يا محمد لأنك مثل ابني ولدي. ويبطلها سبق الإمام. سبق الإمام سبق مضاف الإمام مضاف دي مش كده. سبق الإمام بركنين فعليين. وكما تبطل الصلاة إذا سبق المأموم الإمام تبطل الصلاة إذا تأخر المأموم عن الإمام بهذين الركنين. يبقى تقدمه على الإمام بركنين يبطل الصلاة، تأخره عن الإمام بركنين يبطل الإيه؟ الصلاة. مساواته للإمام مكروه. يبقى إذن المطلوب إيه؟ ولذلك يا أيها الحبيب لما بتقدم بحمد الله إماما للناس في الصلاة أقول لهم لا تسبقوا الإمام ولا تساووه. شوف
لا تسبقوا الإمام ولا تساووه، لا في الركوع ولا في السجود، ولا تسلموا حتى يسلم التسليمتين، وصلوا صلاة مودع. الله أكبر. الله، لازم الإمام كده يذكر الناس لا تسبقوا الإمام ولا تساووه، لا في الركوع ولا في السجود. لأن في حديث يا محمد بيقول إن الذي يركع قبل الإمام، أما يخشى أحدكم، أيوة، أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه، أي من الركوع أو السجود، قبل أن يرفع الإمام رأسه، أن يحول الله صورته صورة حمار. الحديث من تاني متصل بالموضوع معانا ده، ويبطلها سبق الإمام بركنين فعليين، وكذا التخلف بهما، أي بهذين الركنين، بغير عذر. بغير إيه؟ عذر. وفي حرمة السبق رويت لكم الحديث وسأذكره مرة أخرى، قال فيما معناه أو روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيما معناه: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل أن يرفع الإمام، يعني الإمام لسه راكع ولسه ما رفعش رأسه من الركوع واعتدل، أنت سبت راكع، تركته راكعا ورفعت أنت، أو تركته ساجدا ورفعت أنت، يبقى يخشى عليك إنك تخرج من الصلاة وأنت مش بني آدم ولا إنسان، وإنما حمار. حمار. أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل أن يرفع الإمام أن يحول الله صورته صورة حمار؟ يبقى جسمك جسم بني آدم، وشك وش حمار، ترضى؟ ترضى بذلك؟ لا، لا ترضى بذلك. يبقى لا تسبق الإمام ولا تساويه ولا تتأخر عنه. ثلاث حاجاته: لا تسبق الإمام ولا تساويه ولا تتأخر عنه. فإن سابقته أو سبقته أو تأخرت عنه بركنين من غير عذر بطلت صلاتك، وإذا ساويت حركاتك بحراكه، تلخبطني يا محمد، وإذا ساويت حركاتك بحركاته كان ذلك أمرا مكروها، كان ذلك إيه؟ أمرا مكروها. طيب يا سيدي، سبحان ربي. أيضا مما يبطل صلاة الجماعة والصلاة أصلا إذا كان إمامك في الصلاة كافر. في هو الكفر يصلي؟ إذا فرض وصلى النصراني فأنت اتخذته إماما، هو إمام وأنت خلفه، ما ينفعش صلاتك باطلة. قال في ذلك المؤلف يرحمه الله: ولا تصح الصلاة خلف كافر. خلف مين؟ يعني ما صحش أن يكون إمامك في الجماعة كافر. وامرأة، ما يصحش أنك تجعل أختك هي الإمام وانت وراها يا شيخ محمد، لا، أنت المقدم. الله، لك لا يمكن. لا يمكن أن تجعل أختك أو أمك أو جدتك أمامك في الصلاة وإنت متأخر عنها، المأموم ما ينفعش. ولا تأمن امرأة رجلا، ده في حديث عن سيدنا النبي، ولا تأمن امرأة رجلا، إنما الرجل يأم المرأة، مش كده؟ نعم. وخنسة، ما ينفعش برضو أن يكون إمامك في الصلاة خنسة. الكلام الأخير متصل بصلاة الجماعة: لا يجوز ولا يصح أن يكون إمامك
في صلاة الجماعة كافرا ولا امرأة ولا خنثى. وهذا الكلام مناسب لأن الكلام اللي جاي بعد ذلك حديث عن الجمعة وعن الجماعة. نقرأ شوية لأن احنا ضيعنا وقت كتير مع الشيخ محمد. ما تجيش تاني عشان انت عطلتني يا محمد. صلاة الجمعة والجماعة. والجمعة فرض عين. الجمعة الجمعة امتى؟ ايه اليوم اللي قبلها وايه اليوم اللي بعدها يا محمد اسمه ايه؟ الجمعة في يوم يسمى يوم الجمعة. ما اسم اليوم الذي قبل يوم الجمعة وما اسم اليوم الذي بعد يوم الجمعة؟ ده سؤال فقه ده من الواقع يا محمد. قول. قبل يوم الجمعة يوم الخمس. الله كويس. وبعد وبعد يوم الجمعة يوم السبت. الله ممتاز. تاخذ 100 من 100 في الدرس بتاع يا شيخ محمد. الله يفتح عليك. طيب تعرف تجيب الآية اللي في القرآن اللي ورد فيها الجمعة؟ يوم ورد فيها يوم الجمعة. اذكرها كده يا محمد. فإذا قضيت الصلاة. قبلها بقى فإذا أنت لسه ما قضيناش لسه بنصلي. أمر بالحضور. وأنت حضرتنا عشان تصرفنا. إحنا لم نحضر حتى ننصرف من الصلاة. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى إيه؟ إلى النادي ولا فين؟ فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. مش كده؟ إذا نودي. وبعدها كلامك بقى. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. كمل الآية. قول فإذا قضيت. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا من رحمة الله. يا ستار. فانتشروا من رحمة الله. يعني إيه فانتشروا من رحمة الله يا ابني محمد؟ ده أنت لخبطت خالص. فانتشروا في الأرض. أيوة كده. وابتلوا اليتامى. وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. مش كده؟ من يوم الجمعة. الآية اللي ذكرتها لكي تكون دليلا على قول المصنف والجمعة فرض عين. ودل على الفرضية كتاب الله وسنة سيدنا محمد رسول الله وإجماع أهل العلم. فأما كتاب الله ما ذكرنا يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا فعل أمر والأمر يدل على الوجوب فيكون السعي إلى صلاة الجمعة واجبا على كل مسلم بالغ ذكر عاقل صحيح مستوطن غير ضاع يعني غير مسافر. آدي شروط وجوب صلاة الجمعة. 1 المسلم. 2 بالغ. 3 عاقل. يعني 1 التكليف. والتكليف يقتضي 3 شروط: الإسلام والبلوغ والعقل. صح؟ لا جمعة على غير مكلف، إنما تجب الجمعة على مين؟ على المكلف. 2 بعد من التكليف الصحة، فلا جمعة على مريض، يبقى المريض يصلي ظهر، ولا على عبد ولا على امرأة. المرأة تصلي ظهر لكنها إذا حضرت الجمعة صحت منها وأغنتها عن صلاة الظهر مرة أخرى. مش كده؟ وبعدين غير مسافر يعني مقيم، فإذا كان مسافرا فلا جمعة عليه
فإذا حضر المسافر الجمعة أجزأته وأغنته عن صلاة الظهر. وده اللي ذكره سيدنا النبي: لا جمعة إلا على أربع: المسلم المقيم البالغ العاقل الصحيح. معنى حديث عن سيدنا النبي الضاد هذه الأشياء يبقى لا جمعة عليه. شوف: والجمعة فرض عين على كل مسلم. الكلام هو ذكر، يبقى مسلم يخرج الكافر، لا جمعة على كافر. ذكر يخرج الأنثى، فلا جمعة على أنثى ومثلها الخنثى. حر يخرج العبد، فلا جمعة على العبد ومثله الأمة. حاضر يعني غير مسافر، يعني مقيم بلا عذر شرعي. إيه العذر الشرعي؟ ألا يكون مريضا وما يكونش فيه مطر شديد. فإذا تصادف في وقت صلاة الجمعة أن أمطرت السماء مطرا شديدا بكميات متتابعة كان ذلك رخصة في التخلف عن صلاة الجمعة وأدائها ظهرا في بيت كل واحد. يصلي لحاله، ها؟ نعم، بلا عذر شرعي كالمرض والمطر. ومن شروط الجمعة الخطبتان. معنى ذلك لو ان الماليزي، الشيخ الماليزي او الشيخ الاندونيسي او السنغافوري او التايلاندي او جنوب افريقيا ايا كان ادى الخطبة خطبة واحدة، وبعد ان ادى الخطبة خطبة واحدة قال اقم الصلاة، كانت الصلاة باطلة. لأن من شروط صحة صلاة الجمعة الخطبة، ومن شروط صحة الخطبة أن تكون خطبتين مفصولا بينهما بفاصل. ماشي؟ وأركانهما يعني أركان الخطبتين: واحد، أن تشتمل على حمد الله تعالى. اثنين، أن تشتمل على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ثلاثة، أن تشتمل على الوصية بالتقوى. أربعة، أن يقرأ آية من القرآن مفهمة، إما أن يقرأها في الخطبة الأولى وإما أن يقرأها في الخطبة الثانية. يجي في الأخيرة يختم الخطبة الثانية بالدعاء للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات: إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات وأقم الصلاة. هذه أركان الإيه؟ الخطبة. واحد، أن تشتمل على حمد الله والثناء عليه. اثنين، أن تشتمل على الصلاة والسلام على النبي المختار. ثلاثة، أن تشتمل على وصية المؤمنين بالتقوى. أربعة، أن تقرأ في إحدى الخطبتين آية ذات معنى وذات دلالة من كتاب الله عز وجل. هو حر إما أن يقرأها في الخطبة الأولى وإما أن يقرأها في الخطبة الثانية. بيحضرني أولاد من كتب السنة أن امرأة صحابية قالت: ما أخذت قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بها كل يوم جمعة، أي على المنبر. سيدنا النبي كان يخطب بقاف قاف والقرآن المجيد. ومن تكراره لصورة قاف في خطبه حفظتها الصحابية خلف سيدنا محمد رسول الله. هذه معنى قول الصحابية: ما حفظت قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب بها كل يوم جمعة.
ده مع الدليل على اشتمال إحدى الخطبتين على آية كريمة من كتاب الله عز وجل. الركن الخامس الأخير الدعاء، ومحل الدعاء في الخطبة الثانية أو في الخطبة الأخيرة. عرفنا أركان الخطبة الجمعة، ولا تصح الخطبة إلا بذلك، إلا باستيفائها لهذه الأركان الخمسة. أيضا من شروط الخطبة أن يخطب قائما، بس هنا قائما ما لم يكن معذورا، ما لم يكن، فإن كان به عذر ككبر سن أو اعتلال صحة أو مرض، جاء ولا شيخ إلا هو، ولا خطيب إلا هو، ولا عالم إلا هو، جاز أن يؤدي الخطبة من قعود، بل جاز أن يكون إماما ويؤدي الصلاة من قعود. وفي خلاف بين أهل العلم، إذا أدى الإمام الصلاة من قعود لعجزه عن القيام، فهل يجب على المؤمنين أن يقتدوا به ويؤدوا الصلاة من قعود ولو كانوا بهم قدر على القيام، ولا يجب أن يقوموا لأنهم قادرون؟ مسألة خلافية بين أهل العلم. من أهل العلم من قال يؤدون الصلاة من قعود ولو كانوا قادرين على القيام، طالما أنهم ائتموا بهذا الإمام الذي يؤدي الصلاة من غير قيام، مستدلين بحديث خير الإنام، مستدلين بحديث خير الأنام، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. وبعض أهل العلم قال لا، كل يأخذ حكمه، الإمام يصلي من قعود لأنه عاجز عن القيام، والمأمومون يصلون من قيام لأن لديهم قدرة على مين؟ على القيام. وهذا هو الرأي الذي يكون راجحا. اللي جاب الكلام ده محمد زين الدين لما قال المصنف ويجب أن يخطب أي الإمام قائما. احنا زودنا ما لم يكن معذورا، اذا كان معذور جاز ان يؤديها من قعود، وان يكون اثناء ادائه للخطبه متوضئا، واذا وجب الوضوء فمن باب اولى يجب الاغتسال ان كان به حدث اكبر، يعني ان يكون متطهرا من الحدث الاصغر والاكبر كليهما. وبيخطب ما يطلعش الشيخ محمد في اندونيسيا يصلي الجمعه بالناس ويخطب لابس فلين بحملات ولابس شورت قصير، ايه الامام ده؟ الامام يخطب وهو لابس فلين داخليه فقط ولابس شورت، تعرف الشورت؟ ما ينفعش، لابد ان يخطب وهو ساتر للعوره، وان يكون على اكمل هيئه واحسن منظر، منفذا في ذلك قول الله يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد. سيدنا محمد يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ويجب أن يخطب قائما متطهرا مستور العورة، ويجب الجلوس بينهما فوق طمأنينة الصلاة. انتوا عارفين غرين أركان الصلاة، الركوع مع الطمأنينة، الرفع من الركوع مع الطمأنينة، السجود مع الطمأنينة، مش كده؟ الجلوس بين السجدتين مع الطمأنينة. هو برضه يفصل بين الخطبة الأولى والخطبة الثانية بطمأنينة تكون زائدة عن طمأنينته التي تكون في الصلاة. يعني إذا كانت طمأنينته في الصلاة تستغرق دقيقة، يبقى طمأنينته في الخطبة تستغرق دقيقتين أو ثلاثا. تسمعون؟ تستغرق دقيقتين أو ثلاثة، أدي معنى. ويجب الجلوس بينهما فوق طمأنينة الصلاة أيضا، ويجب الموالاة. الموالاة، الموالاة بين الخطبتين، بين الخطبة الأولى والخطبة الثانية. الشيخ أحمد ما يروحش مسجد الماليزيا ويخطب الخطبة الأولى،
وينزل يروح بيته يتغدى ويجي تاني بعد ما تغدى وشرب الشاي يطلع المنبر يخطب لهم الخطبة التانية وبعدين يصلي، أو العكس يخطب الخطبة الأولى والتانية وينزل يروح بيته يتغدى ويجي يصلي بهم. لا، يجب المولاة في الجمعة بين أمرين، بين الخطبة الأولى والثانية وبين الخطبة الأولى والثانية والصلاة. أرأيت ذلك معي؟ هذه الطمأنينة، طمأنينة في صلاة الجمعة، طمأنينتان، طمأنينة بين الموالاة، لخبطتني يا محمد، الموالاة في صلاة الجمعة موالتان، موالاة بين الخطبتين وموالاة بين الخطبتين والصلاة. بعدما انتهى الكلام عن صلاة الجمعة ومسها مسا خفيفا، وإلا فالكلام كتير جدا جدا في صلاة الجمعة يستغرق 50 صفحة في المبسوطات، شيخنا تكلم عنها في صفحة إلا قليلا. قال: وصلاة الجماعة وصلاة الجنازة فرض كفاية. وتعليقي على هذا السطر، لأني سأنهي الخطبة عند هذا التعليق، الخطبة ما احنا في صلاة الجمعة نتكلم عن الجمعة، سأنهي الدرس عند هذا التعليق، إن لا خلاف بين أحد من أهل العلم من الأمة بإن صلاة الجنازة فرض كفاية، لكن الخلاف قائم بين علماء الأمة في فرضية صلاة الجماعة. منهم من يقول بفرضيتها على الكفاية كما ذكر الكتاب، ومنهم ودل عليه المذهب عند الشافعية من يقول بسنيتها، ومنهم من يقول بوجوبها وجوبا عينيا، ومنهم الرابع الآراء من يجعلها شرطا في صحة الصلاة. يعني الشيخ محمد زين لو ما صلاش الصبح جماعة وصلاه فزا تبقى صلاته باطلة عند هؤلاء. بعض أهل العلم بالغ وتشدد حينما جعل أداء الصلوات العادية في جماعة شرطا لصحتها، وده الرأي بعيد ومرجوح ولا يمكن أن يعمل به أبدا. يبقى الآراء إما أن تكون فرض عين، وإما أن تكون فرض كفاية، وإما أن تكون سنة، والراجح في المذهب الشافعي أنها سنة مؤكدة ثابتة عن سيدنا محمد رسول الله، وعند الحنابلة واجبة. ومعظم علماءنا في المملكة العربية السعودية إذا سئلوا عن حكم صلاة الجماعة أفتوا بالوجوب، ومعظم علماءنا في جمهورية مصر العربية إذا سئلوا عن صلاة الجماعة قالوا بسنيتها، ولا حرج على هؤلاء ولا حرج على أولئك. وأستودع الله دينكم وإيه كمان وأمانتكم وإيه كمان وخواتيم أعمالكم وإيه كمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.